كلنا شفنا اللي حصل في سوق الذهب في الشهور اللي فاتت، والأسعار اللي ضربت في السماء وبعدين انهارت في الأيام الأخيرة. والحقيقة ناس كتيرة مش عارفة مصير أسعار الذهب الفترة اللي جاية، تشتري ولا تبيع امتى، خايفة من المفاجأة. إيه اللي هيحصل في الذهب بعد العيد، وامتى تشتري وامتى تبيع؟ بنكير هيرد على كل أسئلتك بعد الفاصل. بنكير، نبض البنوك. علشان نفهم سوق الذهب كويس يبقى لازم نعرف ايه اللي بيأثر على اسعاره، علشان لما نشوف الاسباب نبقى عارفين السوق رايح فين ونتوقع الاسعار، وساعتها تعرف تشتري امتى وتبيع امتى. لو رجعنا للاسباب اللي رفعت اسعار الذهب في الشهور الاخيره وذروتها، والجرام الذهب كان داخل على 3000 جنيه، هتعرف ان الاسعار ضربت علشان اكتر من سبب. اولها نقص المعروض وارتفاع الطلب، الضبابيه في سوق الدولار وتعويم الجنيه. كانت النتيجة إن الناس خافت على قيمة فلوسها ومدخراتها تقل، علشان كده اشترت بفلوسها ذهب وخزنته علشان تحفظ بقيمة الفلوس، لأن الذهب مش بيخسر لو صبرنا عليه على الأقل سنة ومش بعناه. ولأن الناس كلها فكرت بطريقة واحدة ومع عقلية القطيع، حصل هجوم على الصاغة، ومع قلة المعروض ووقف الواردات أيام ذروة أزمة الدولار، سعر الذهب طرف السماء. ولما الأسباب بتاعت ارتفاع الأسعار راحت، أسعار الذهب نزلت زي ما احنا شايفين، لأن بقى فيه معروض كبير وطلب أقل، ابتعاد شبع التعويم، انفراجة في الدولار، واستقرار أسعار سوق الصرف. علشان كده بنقول لك أنسب وقت للشراء هو دلوقتي والأسعار بتنزل. وبخصوص مستقبل سوق الذهب بعد العيد، فأكيد حاله هيتراوح بين الاستقرار والانخفاض، وده نتيجة استقرار العوامل اللي قلنا عليها، لأن مفيش تعويم قبل أغسطس اللي جاي، وهو ميعاد اجتماع البنك المركزي المصري، واللي بياخد قرارات بناء على مؤشرات السوق، وهيحسب مصير التعويم، وبناء عليه هيتحرك سوق الذهب ارتفاعا أو انخفاضا. كمان في عامل تاني خارجي بيأثر على سعر الذهب، وهو سعره عالميا. كل ما نزل بره كل ما أسعاره هتستقر في السوق المحلي، وعالميا الطلب من البنوك المركزية بيقل عن الأول. ده حتى في بنوك رئيسية ابتدت تبيع جزء من احتياطي الذهب بتاعها، وده انعكس على مؤشرات الأسعار وتوافر المعروض. وبالنسبة لوقت البيع، فلازم تعرف حضرتك ان المعدن الاصفر استثمار طويل الاجل، يعني كل ما تصبر عليه كل ما كان مكسبك بيزيد، ومش من مصلحتك تبيع دلوقتي لان الاسعار في النازل، ولازم على الاقل تستنى من سنة لثلاث سنين لحد ما تبيع. كانت معاكم هبة محمد. بنكير، نبض البنوك.